شباب يوسف فيكو بالعربية معكم اليوم، وحبيت أسوي لكم الفيديو هذا كمان بالعربية مع أنه موجود بالإنجليزي، ولكن المادة كتير مهمة وعشان هيك حابب أنه أنتم برضو تعرفوها بالعربي كمان، مع أنه لازم تعودوا حالكم أنه تتعلموا على كل الإنجليزي، وأنه بس تسمعوا الفيديو هذا بالإنجليزي، لأنه كل الكونتنت وكل الشغل هذا لازم هو الإنجليزي. ف let's start شباب. اللي بدي احكي اليوم انه كيف بدكم تقسموا الوضع تبعكم، كيف بدكم تقسموا الشغل تبعكم، كيف بدكم تقسموا البرودكتس، شو بدكم تسووا كل يوم. وهي عباره عن بلان تاع 30 يوم للي بده يسوي دروب شيبينج، كمان بده يسوي البي او دي اللي هو زي مثلا تي شيرتس زي هذا، ممكن برضه يتبع نفس الموضوع، ولكن اكثرها هذه للدروب شيبينج. اهم شيء زي ما دائما بحكي انه الواحد، وليش قسمت لكم اياه؟ لانه اهم شيء انه يكون دائما كل شيء معتدل، يكون الخط تبعكم معتدل، ما مش مره واحده من اول اسبوع او اول يوم يومين. في ناس بيحكوا لكم من اول يوم جربوا 10 برودكتس و15 برودكت، اللي هي مش مزبوط الحكي هذا. لما بدكم تجربوا 10 و15 لازم يكون في عندكم اد اكونتس كثير، لازم يكون في عندكم تيم كامل انه يعتني بالموضوع هذا. فالمفروض انه تسووا خطه معتدله، انكم مثلا تسووا كل شيء بمينيموم، وخصوصا طبعا انه في عندكم بادجت، انا راح افرجيكم عن البادجت كمان. والمهم انه تكون خط العمل تبعكم بالوسط هيك، ممكن مش انه باول اسبوع هي يلا نشتغل بعدين دروب توقعوا عشان خلص، اما صار في عندكم كثير ريزلتس مش عارفين تتعاملوا معها، صار في عندكم كثير ادسيتس مش عارفين انه تحكموا على الهاي، وكمان بصفي هذا انه كله فرستريشن بصير في عندكم. شو يعني فرستريشن؟ يعني مش اكتئاب، يعني بنزل المومنتوم تبعكم، بنزل كل الهمه تاعتكم تنزل الهمه. المهم خلينا نبدا ما نضيعش وقت، كمان خليني انزل حالي تحت. ووب يلا يوسفيك وصير تحت. Let's start شباب. هلا اي شيء بيربل هون، اي شيء ليلكي، احنا بنسميه ليلكي. اي شيء ليلكي بيكون في ريسيرش، بدكم تسووا ريسيرش. اي شيء ازرق بدكم تسووا الكرييتيفز تبعت الفيديو، انه يوم بتسوي الفيديو وهيك. واي شيء اخضر يعني انكم بدكم تطلعوا الكامبينز، واي شيء اصفر بدكم تقعدوا تشوفوا الكامبينز شو بصير فيهم. زي ما انتم شايفين يوم الاثنين فيش عندي ولا برودكت اخضر ولا شيء اخضر، انا ما بطلع برودكتس يوم الاثنين عشان يوم الاثنين بيكونوا الناس مش جعبانهم يشتروا عاده. يعني من الستاتس تبعتي دائما بشوف انه هم يوم الاثنين ايام مش لذيذ جدا، يعني مش منيح للبرودكت لانش. المهم الدي الاول شو بنسوي؟ بنيجي على الدي الاول بنقول السلام عليكم، اليوم احنا السندي، شو بدك تسوي يوسفيكو اليوم؟ والله بسوي Product Research. Product Research عندي ثلاثة الأربعة بتشوفوا، بتدخلوا على Tools. أنا بالنسبة لي بستعمل التول تبعتي عشان أسوي Product Research، أو التيم طبعاً بستعملها. كل واحد كيف بريحه، كل واحد فيه طرق فري مثلاً، دائماً كنت أفرجيه هيك كمان طرق بالفيديوهات تعوني. المهم أنه بتطولوا الثلاثة لأربعة Products إلهم Potential. إلهم Potential يعني إلهم في فرصة، لأنه بتحسوا أنه ممكن أنه هدول يزبطوا. هلأ هذا الدي واحد، عندكم يوم كامل تشتغلوا على الموضوع هذا، حاولوا اشتغلوا فيه، حاولوا فرلوا الموضوع، حاولوا لاقوا برودكتس كثير حلوين، فهمتوا؟ هلا خلص بتلاقوا البرودكت ريسيرش ذاتس ات. عندكم اليوم الثاني ايش بتسووا؟ بتقوم اليوم الثاني، ايش اليوم الاثنين؟ صباح الخير يوم الاثنين، شو اخبارك يوم الاثنين؟ يلا نمشي نسوي الفيديوز تاعون هذه البرودكتس. فيوم الاثنين بتقعدوا بتسوي الفيديوز تاعون البرودكتس هذول، ويوم الثلاثة بيجي اليوم الثلاثة اللذيذ، بيكون بس عليكم انه تطلعوا كامبين. هلا طلعوا كامبين، طبعا عندي فيديوهات كيف بدكم تطلعوا كامبين، لازم تكونوا حاضرينها قبل هيك، بس هذا انه يرتب لكم السكادجول تبعكم براسكم. فهون يوم الثلاثاء بتطلعوا الكامبين، بتطلعوا الكامبين تاع البرودكت، عندكم يوم كامل تاخذوا راحتكم فيها، يعني مش ملحقين انتم، ما فيش عليكم يعني مليون شيء مليون شيء. خذوا بزاف الوقت خوتي بزاف. فعندكم يوم الثلاثاء خلصناه، يوم الاربعاء بنيجي هيك بنفتح بنقول يا رب يا رب يكون زبط شيء. إذا ضبط شيء طبعا بنخليه ومندلله ومنسوي له سكيلينج، إذا لا لا حول ولا نقتله ومنكمل. عندنا داي 5 برودكت 2 اللي مش سوينا 3 4 ونطلع برودكت 2، كمان هو مسوي ابزرف، كمان هو منطلع. يعني عندنا اول ويك بنصير في عندنا 3 برودكتس، ثاني ويك نفس الشيء بنسوي ريسيرش من اول جديد، بنسوي فيديوز باليوم اللي بعديه، بعدين بنطلع ابزرف بنطلع ابزرف بنطلع. خلصنا اول اسبوعين بكون في عندنا 6 برودكتس، جربنا 6 برودكتس ان توتال بأول 2 weeks. هلا يوم الساندي يوم الماندي بعد 2 weeks بتاخذوا اوف، لانه بهون بيكونوا انتم بلشتوا تدخلوا بالحيط هيك، شفتوا انه عندكم 6 برودكتس ما زبطت معكم،
تاخذوا شوي اوف، بتروحوا على الشط، بتروحوا على شاطئ البحر، او بتروحوا على ان شاء الله على القمر، بتطلعوا بتزوروا النعجه دولي ايش بدكم بتسووا. المهم بتاخذوا 16 والدي 16 الدي 15 والدي 16 بتاخذوهم اوف، بتطفوا المعاريخ اللي بتطفوا السوفت وير تبعكم وكل شيء تمام. هلا دي 17 بترجعوا بتقولوا يا الله. طبعا هدول بالايام ولا بتفكروا باي شيء، فكروش باي شيء، حاولوا انه بس ترفعوا المعنويات تاعتكم. ذاتس ات. هلا يوم 17، لانه يوم 17 عندكم الشغل، بترجعوا هون بتسوي كمان مره ريسيرش، هون بتسوي كريت زي ما حكينا هون، بعدين دي هذا، بعدين بتسوي كمان مره ريسيرش، وهيك بنكون خلصنا اول 30 يوم. ان شاء الله ان شاء الله انه باول 30 يوم يكونوا لقيتوا الوينر تبعكم. اذا لا في عندكم دي 30 هون، تاخذوا كمان يومين اوف، بعدين تبدوا من اول وجديد. فيش شيء راح يوقف عندكم، انتكم تكونوا دائما مستعدين انه راح يزبط او مش راح يزبط. It's gonna work or it's not. فمش مشكلة انه اذا ما زبطت. هلا اذا بتلحقوا البلان هاي، راح دائما يكون في عندكم المومنتوم تبعكم المعتدل. يعني اذا بتلاقوا سيلز راح كثير تنبسطوا، اذا ما لقيتوا سيلز راح شوي تدخلوا بالحيط وتكتئبوا شوي، بس مش راح يكون في عندكم الصدى كثير ثقيل، لانه في عندكم خطة هون ولازم تمشوا على الخطة. يعني don't let me down. ما تخيبوا امالي. انا بالخطه لازم تخلصوها، على القليل لازم تشتغلوا 2 months 3 months على هاي الخطه قبل ما تلاقوا الوينر تبعكم. اذا اشتغلتوا بالوتيره هاي مستحيل انكم ما تلاقوا شباب، مستحيل مستحيل مستحيل. المهم انه برضو انه يكونوا اذكياء 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 انه تلاقوا البرودكتس تاعونكم وانكم تسوي كل الامور هاي. هلا الحلو بالموضوع انه باخر ال 30 يوم راح يكون في عندكم خبره كبيره صارت من ال 11 برودكتس. باخر 30 يوم راح نكون جربنا 11 برودكتس، 11 برودكتس باول 30 يوم. راح يكون في عندكم خبره واسعه في الريسيرش، خبره واسعه في الادز، خبره واسعه انكم تشوفوا ستاتس، تقتلوا الكامبينز، تخلوا الكامبينز، يعني بصير في عندكم كثير علم بالموضوع. هلا بالنسبه على البادجت، خلينا نحكي على البادجت شوي لانه هذا كثير شيء مهم، لانه اكثر سؤال بنساله انا قديش بدنا بادجت. ايه اخويا معي 500 دولار هل ينفع هل ينفع؟ الجواب هو نعم. هلا ايش بس راح ينفع؟ على مثلا لو عندنا 11 برودكت على حسب الخطه هاي، لو في كل برودكت بنطلع له 3 ad sets which is good. 3 ad sets مش غلط، يعني منيح انه يعني كل كامبين نفتحها بنسوي 3 ad sets. لو بنسوي كل ad set البادجت تبعها 8.69 دولار، فبصير في عندنا توتال 26 دولار على البرودكت الواحد باليوم. يعني باخر الشهر راح يكون احنا صرفنا 268 دولار لو بس سوينا 3 اد سيتس. هلا لو سوينا 7 اد سيتس لو كل برودكت، اللي هي بتكبر كتير الامل تبعت الفرصه تاعت انه البرودكت يزبط، فبالاخر الشهر راح نكون دفعنا على 11 برودكت 671. يعني الورست كيس سيناريو تبعنا 671 دولار، البيست كيس سيناريو انه يكون زبطنا من اول 30 يوم وب 3 اد سيتس، اللي هو بيكون صارف انت تقريبا 300 دولار، اقل من 300 دولار بس مع شوبيفاي فيز وبعض الامور اللي بتتعلق من هون وهناك، بيكون صارف انت 300 دولار. بتامل انه يكون هيك سوينا كفرنج للموضوع. وخليكم معي، بدنا نسوي كمان فيديوهات، اكثرهم راح يكونوا بالانجليزي لانه بسالني ليش بالانجليزي، وانتم عارفين انه في عندنا تاسكيكرز مش كلهم عرب، ولكن انا هون دائما بحاول انه اجيكم اسويكم لايف عشان ادعمكم. وبالتوفيق حبايب قلبي، وسيبوا لي بالكومنتس شو حسيتوا، اذا هذا الشيء نظم لكم مخكم او لا. سلامات.